السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا ماذا بينا ان شاء الله بربي، وانا نشوفوا اعلاميين، يعني اعلاميين راهم يهضروا هضره اللي مكاش كاع، يهضروا على 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 قناة الهدف، يهضروا على قناة قاعدين بصح ما يروحوش للحقيقة، الحقيقة المرة اللي ما تروحولهاش. قاعدين تهضروا على لقجع ديالنا من ميتا. شوف راكم من نهار اللي حطيتوا الملف حطيتوه انتوما لقجع، لوبي لقجع، لوبي مغرب لوبي لقجع، بخسرنا لوبي خسرنا بدلنا منا منا منا. خرجت لكم فاطمة مليها، فاطمة مولات الحزامة، فاطمة مولات الحزامة خرجت مليها مع صباراتها وضربة الحزامة. وين راه قالت لكم؟ وين راكم؟ وين راه الراجل اللي فيكم؟ هيا اخرجوا، وين راه الراجل اللي فيكم يهدر معايا؟ 27 ديالنا، وين راه الراجل؟ انتوما قاعدين تهضروا على المغرب، ها راه ريح لقجع، لقجع ريح صحيح، راه تلهوا مع فاطمة، ارسلوا لها هذيك تاعكم اللي مداري تخزنوا موراها. وك الراجل فيكم مثلته امراه، الراجل فيكم مثلته امراه، تخرج الهضره اللي ما يهدرهاش يعطيها هذيك المراه تخرج تهدر، هذا مك الراجل فيكم، راكم كاع خازين مور امراه. هيا خرجت لكم فاطمه، فاطمه ولات الحزامه والعصابه، خرجت لكم قالت لكم شكون هذا؟ شكون؟ اصلا هادو ما حنا ماشي مشانا دايرين بالحساب، شكون؟ هادو حطوا ميلف برك، حطوا كواعط. كيما قام يقول لك حطيتو كواعط، انتوما حطيتو غير ليفري هكا حطيتوه صحيح، هذا بكا كان لا 2025 لا 2027، غير بغيتو الشعبويه وصاي تمشيو، هذا بكا. يعني بعد تأهل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم الى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي سوف تقام يعني في الكوت ديفوار، يعني نقولوا باللي وهذا لم ينسي عشاق الكرة القدم الجزائرية في مختلف الإخفاقات يعني التي شهدتها على مدى سنتين الماضيتين، بدء بإخفاق في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون إلى الإقصاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم الذي وعد بها، قال غادي وعد الشعب الجزائري قال بلي بنجيبها بصح لم يتأهل إليها، يعني إلى إقصاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر قبل سنة من الآن، الى ضياع لقب البطوله الافريقيه للاعبين المحليين امام السنغال. قبل عام مع السنغال لعبنا مع السنغال، واه الفريق المحلي مع السنغال في نهائيات الشان، وقبله فشل المنتخب اقل من 20 سنه واقل من 27 سنه في بلوغ نهائيات كاس امم افريقيا واولمبياد باريس، يعني تاع الايفا، يعني في تاع الايفا ما تاهلوش كاع الكوب دافريك باش يلعبوا تاع كاس العالم فني، ما يعكس تراجع كبير في النتائج يعني تاع الايفا وتاع الايدي 7 راني ناسيهم، الايدي 8 راني ناسيهم، مكاش كاع انسى السليبات والخليطات والله وحده فيهم عادية. وقبل فشل وين قبلها فشل اقل من 20 سنه في بلوغ 17 سنه يعني في بلوغ نهائيات كاس امم اسمهم تاع الفيلو كاس العالم، يعني في الوقت الذي انشغل الناس بتجديد عقد هذا المشرف من عدمه واسماء جديده التي انضمت للفريق الوطن الفريق الاول من ذوي الجنسيه المزدوجه، والتي اعتبرها البعض انجاز يحسب للمدرب ومسيين كره القدم الجزائريه. دارينا انجاز، لعاب يجي يلعب في بلادو داروا انجاز، هذا التاهل لكاس افريقيا كما جيناش فايقين وخافونا وليفقوا بغاو يديروا انجاز، تاهل انجاز. ويحدث هذا في وقت وين تشهد الجزائر حركة يعني حركية رياضية غير مسبوقة في مجال الاستثمار في الرياضة من خلال تنظيم أحداث رياضية قارية ودولية وتسييد منشآت ومرافق رياضية وما يرفقها من بنية تحتية، حيث احتضنت الجزائر ألعاب البحر الأبيض المتوسط يعني الصيف الماضية وبعدها بطولة العرب للناشئين وكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في انتظار موعد تنظيم يعني ونقولوا باللي وتاع الناشئين في يعني وين كملت في هذا الاسبوع الماضي يعني وين نهايه الشهر. يا شوف كيفاش اخويا
يعني اللي كانت مهزلة بكل اعتبارات على أمل وين كان يعني وين كانوا الناس تأمل يعني في ظفر بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 أو 27 بعد أن أقيمت بإعادة تهيئة الملاعب ملعب عنابة قسنطينة 5 جويلية وتسييد مركبات وملاعب جديدة في وهران براقي تيزي وزو في انتظار انتهاء أشغال ملعب الدويرة وإطلاق أشغال بناء ملعب في بشار وورجلة. الإخفاق المزدوج للمنتخب الأول في نهائيات كأس أمم إفريقيا والتصفيات كأس العالم شكل أكبر إخفاق في سنة 2022. دفع ثمنه رئيس الاتحاد السابق شاف الدين عمارة الذي دفع لاستقالته، فكان بمثابة الكبش فداء لامتصاص غضب الأنصار الذين تحملوا الصدمة وتحلوا بالصبر كبير، بل وقفوا مع اللاعبين وهذا المشرف وسندوه بشكل يعني بالإخفاق عكس ما حدث مع يعني رغم أن تراجع المستوى المنتخب والنتائج، حيث جدد العقد لأربع سنوات أخرى واحتفظ بكل صلاحياته بما في ذلك تلك التي لا تعنيه بشكل مباشر بل تعني المنتخبات الأخرى وتخص شؤون اتحادية تقدير لدوره في التتويج بكأس أمم إفريقيا وسلسلة المباريات دون الخسارة والتي بلغت 35 مباراة التي أصبحت من الماضي. أما الإخفاقات البطولة الشان ومسابقة الشبانية الأخيرة لمنتخب أقل من 20 و 23 والإيديسات يعني وإخفاقات متكررة في ظفر بموقع على مستوى الهيئة التنفيذية يعني التنفيذية للهيئة القارية والدولية فقد مرت بدورها مرور الكرام على أصحابها الذين رحلوا بإرياحية دون حاسيب سواء كانوا مسؤولين إداريين أو فنيين، حيث عرفت الاتحادية 3 رؤساء في ظرف 3 سنوات وتعاقب عدة من مدربين على مختلف الأصناف المنتخبات، إضافة إلى تغيير مدير فني للاتحاد بمهام وصلاحيات يعني مبهمة تجعل من الصعب تحديد مسؤولية إخفاق ومعالجة النقائص والمشاكل التي تتخبط فيها كرة القدم الجزائرية منذ سنوات في غياب تصور المشروع والقدرة على صناعة الفرق خارج الميادين في كواليس الهيئة الرياضية. هذه هي وين رانا اليوم. أما على المستوى المحلي فإن الإخفاق لا يزال مستمر منذ سنوات في تسيير شؤون اتحادية والتي بلغت درجة الإفلاس المادي والمعنوي قبل أن تتدخل الدولة بواسطة شركة سوناطراك ومؤسسة الاتصالات موبيليز وممولين آخرين سمحوا للمكتب الفيدرالي الجديد أن يتنفس ماديا، بينما لا تزال الرابطة الجهوية الولائية تتخبط في مشاكل تنظيمية يعني انعكست سلبا على البطولة البطولات المختلفة وكل فئات يعني الشبانية التي تعاني نقص مؤطرين وقلة المرافق مثل ما تعاني الفرق المحترفة من كل أنواع اختلالات والنقائص. رغم تأهل شبيبة شأن الشبيبة بالوزداد اتحاد العاصمة يعني كل كاس كاف هذا الموسم، لغة الأرقام لا تخطأ والمنتخب الأول فشل في الحفاظ على تاجه القاري وبلوغ كأس العالم في قطر، والمنتخب المحلي خسر نهائيات شاد وأقل من 27 سنة. يعني خسارات هذو لما نتحملوهم شكون اللي يحاسبكم؟ شكون يقولوا لنا؟ هذه هي أخويا، ماذا بكم قولوا لنا؟ هذه هي ماذا بكم لو كان تقولوا لنا؟ خبرونا شكون هو اللي يتحمل هذا المسؤولية؟ خرجوا ناس يعني حاسبين روحهم يعني حاجة كبيرة هما مساكين، يتكلموا في مجال الرياضة ويتكلموا في كلش، بصح للأسف أنا أقولكم للأسف هذه يا أخويا أنا معهم ولا أنا في الزبل معهم، واش غادي ندير أخويا؟ أنا في الزبل معهم هذه، دبروا له مرة واحدة أخرى.
ما تنساوش عطونا لي جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، واللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي.